تفضلي. فاطمة زهراء أحمد أنور من دورة الدبلوماسيين. انطلاقا من أهمية الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية، هناك العديد من المبادرات التي قام بها مصر مثل منظمة غاز الشرق المتوسط ومد خطوط كابلات كهربائية والتصدير الغاز المسال لدول شمال المتوسط، وبالإضافة إلى آلية التعاون الثلاثي مع دولتي اليونان وقبرص ووجود علاقات ممتازة مع دول شمال المتوسط. ما رؤية الدولة المصرية في البناء على هذه الجهود لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين الدول مع مصر مع دول شمال المتوسط ولتعزيز التكامل الإقليمي؟ شكرا. والله يا فاطمه، انت وانت بتحكي وتقدمي الموضوع انت تقريبا جاوبتي عليه، لكن خليني اكمل لك. انت قلتي منتدى شرق المتوسط وكده، وده اللي احنا عملناه هنا في مصر، وكان الهدف منه ان احنا نعمل تجمع يتيح لنا ان احنا يعني نبقى هب لموضوع الغاز ده. ودلوقتي بنتكلم عشان نبقى برضو في مجال الطاقه الجديده المتجدده، الهيدروجين الاخضر وكلام من هذا القبيل. الربط الكهربائي مع اليونان، احنا شغالين في ده مش بس مع اليونان، لا حتى مع الايطاليين، ان احنا نعمل ربط كهربائي معاهم. طب الغاز المسال، احنا عندنا محطات غاز مسال في ايدكو مريوت. احنا كل الغاز اللي موجود عندنا بيتم تصديره للدول اللي هي محتاجاها. انا بتكلم هنا على دول الشمال. طب هل في فرصه لتعاون اكتر من كده؟ هو الهيدروجين الاخضر هو الفرصه اللي موجوده دلوقتي، ان احنا نوفر عندنا اراضي شاسعه جدا جدا ممكن تولد طاقة شمسية وطاقة رياح، والطاقة دي يتم طاقة خضراء يعني ممكن يتم توليد بيها الهيدروجين، والهيدروجين يتم نقله إلى أوروبا أو إلى الدول اللي هي عايزة هذه الطاقة يعني بالطريقة ديت. ده المستقبل اللي ممكن مصر تحط اسمها فيه، فاحنا ماشيين في المجال ده بشكل كويس يعني.